شنو اللي صار في سوسة والأخبار اللي خرجت اللي فما قاتل متسلسل؟ الناس تحكي على تشوير اون سيري، الناس تحكي على سفاح راه ولا يمات. منتصر سيسي زميلنا مراسلنا اللي هو تبع الموضوع وسمع الناس شنو تحكي. مرحبا منتصر. خلود مرحبا بك، تحية ليك وتحية كل مشاهدينا ومستمعينا. مرحبا منتصر، شنو الحديث اللي قاعد يدور نبض الشارع في سوسة في علاقة بعملية القتل هذه التي نسبت إلى قاتل متسلسل؟ بون هذه راهو ديما نقولوا اللي قاعد يروج في الشارع. بالضبط خلود، صح يعطيك الصحة على طرح الموضوع هذا، لخاطر وقت اللي تحولنا لسوسة وحكينا مع برشا ناس فما عملية، معناتها فما ناس خايفة بالموضوع هذا، الناس ما تتركش الحقيقة في ظل معناتها الأشعة والتضليل اللي تولد الخوف الكبير لدى بعض من اللي سألناهم عن الموضوع هذا، لكن معناتها باقتراب الحقيقة تبين أنهم جرائم منفصلة وتقع في أي دولة في أي مدينة كانت، لأنه مواقع التواصل الاجتماعي ويمكن بعض الأنفس الخبيثة اللي ما نعرفش شنو غايتها بالضبط تحب تبعث الخوف والرعب داخل أهالينا في الولايه المزينه ولايه سوسه. باش نبداو معناتها بالتسلسل الزمني حسب ما قرناه وحسب ما تحصلنا عليه من معلومات من مصادر مختلفه، هي الجريمه الاولانيه وقعت في القلعه الكبرى، كانت ما عندهاش حتى علاقه بامراه معناتها ميته ولا حاجه، لا بالعكس كان فما راجل قتل راجل اخر وتصير جريمة قتل كما كنت نحكي لك في العالم اجمع. الرجل هذايا بعد قتله لصديقه مشى اقدم على معناتها على الانتحار في القلعه الصغرى، دونك ولا نحكيو الناس ولا تحكي على واحد مات في القلعه الكبيره واحد في القلعه الصغرى لانهم نفس الجريمه، هي جريمه قتل ثم انتحار. الموضوع الثاني هي في بوحسينه، امراه وجدوها ميته داخل الشقه نتاعها، تقع تعرف اللي تويك الدنيا بارده فما الناس تستعمل الغاز برشا في اللي دوشوا فما شكون يستعمل حتى الغاز الطبيعي، دونك لهنا ما زالت الوحدات الامنيه ما فتحت بحث الموضوع، الطب الشرعي مازال ما قالش كلمته الاخيره في الموضوع هذا. والجريمه الثالثه صارت في احواز سوسه وبالتحديد حسب ديما نفس مصادرنا واد العروق، وجدوا جثه لمراه موجوده في كردونه قريبه مرميه في وسط الواد، والجثه هذه متعفنه بطريقه كبيره برشا وتم العثور عليها من طرف المواطنين اللي يسكنوا غاديك بما انه الريحه معناتها كبرت برشا في الجهه، وقاموا زاد باعلان الوحدات الامنيه اللي فتحت بحث في الموضوع واللي الطب الشرعي تكفل باش يشوف مدى معناتها المراه هذه ميته من قبل توا وقتاش، دونك لاتخاذ الاجراءات اللازمه. الخبر جاء في حي الزمني قصير، الأشعة تولدت وكبرت برشا في ظل مع غياب المصادر الرسمية وإلا في ظل على الأقل التفسيرات الواضحة من الناس المشرفة على الموضوع، مانيش باش نقول هنا الجانب الأمني وإلا الجانب الطبي، إلا أنه الأشعة والتضليل في ظل المعلومة الصحيحة ولدت الخوف في شارع ولاية سوسة عموما، لأنه حسب المصادر وكما كنت نحكي لك ثلاث جرائم تقع في أي دولة مختلفة في الزمان والمكان، إلا أنه وسائل التواصل الاجتماعي هم اللي غذت الأشعة. واضح. منتصر بسام حمدي عنده ليك سؤال. مرحبا منتصر، تحية طيبة ليك. مرحبا بك منتصر، انا سؤالي يخص الحاله الثانيه اللي قلت وجدوها في شقه، نحب نتاكدوا هل هي مقتوله ولا تعرضت لاختناق بالغاز كما قلت؟ كل الفرضيات تامه بما انه معناتها وحدات الامن فتحت بحث في الموضوع، حتى المصادر الامنيه ما كانتش عندها المعلومه التامه والواضحه، في انتظار معناتها تقرير الطب الشرعي هو اللي باش يحدد خلفيه الوفاه نتاع الفتاه هذه ولا المراه في الشقه نتاعها. شكرا لك منتصر سيسي، يعطيك الصحه. مشيت لسوسة وسالت الناس، بعد شويه باش نحاولوا تكون معنا شهاده من عند قريبه لواحده من الضحايا، ولكن قبل نحبوا نفهموا توا الروايه الرسميه اللي تجينا من عند السيد الناطق باسم محكمه سوسة سي وسام الشريف، مشكور جدا، اهلا وسهلا. مرحبا اهلا وسهلا، شكرا لك سي وسام. هل العمليات هذه عمليات القتل اللي صارت في سوسة هل هي عمليات مترابطه متشابهه متماثله، وهل نجموا نشكوا او نحكيوا على نفس فاعل الجريمه؟ هو قبل كنت نحط الامور في اطار، مش نحكيو على جرائم قتل، نحط الامور في اطار، خاطر احنا لهنا في المحكمه اي سوسه تعهدنا فقط بوضع دين اللي هما محل تتبع من اجل شبهه القتل. عن الوضعيه الاولى هي الجثه اللي تم العثور عليها في مجرى واد مي بمنطقه جوهره سوسه وكان يوم الاربعاء المنقضي، وعندنا الوضعيه الثانيه وهي المراه التي تم العثور عليها بحال وفاه بشقتها بجهه بوحسينه، وبسبق قلنا انها راهي تحمل اثار عنف وطعنات على مستوى الرقبه فقط. يبقى اني كما سمعنا برشا اشاعات برشا كلام مجانب للحقيقه على وجود جثث مفروض طلعت بجهود سهل بوجود حاله وفاه اخرى بجهه سهلون، هذا احنا نفندو ناكدوا ان الوضعيه اللي عامله في جهه سهلون هو حادث مرور
حادث من وسط الطريق العمومية أدى للأسف إلى وفاة السيدة عطية المكان. هذا هو الوضعية اللي عملت سوسة. نأكد مرة أخرى من معنش جرائم قتل متسلسلة. نحب نرجع ونقول أنه راه الوضعية الأولى نتاع الزفت تم العثور عليها ووضعية اللي أنت قصدت فيها هي صحتينا. لا وجه للترابط بينهم، ما فماش حتى رابط بينهم، ما فماش حتى وجه للتشابه في الضحيتين أو في الأفعال. الأبحاث متواصلة وسيقع الكشف تباعا عن المعطيات الجديدة. شكرا لك، يعطيك صحة سي وسام شريف الناطق باسم محكمة سوسة. باش نعطيكم الكلمة بعد شوية في البلاتو، لكن قبل نسمعوا التصريح الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية فاكر بوزغاية اليوم الصباح على اي اف ام. أول حاجة لازمني ننفي معناتها أنه فما صفاق معناتها في سوسة أو معناتها هذايا معناتها قاتلة أو جرائم معناتها متسلسلة أو مرتبطة ببعضها، هذايا ما فماش منها الحكاية هذيا. هذايا الجرائم اللي صارت في سوسة صحيح فما هي جرائم معناتها صحيح فما جريمة قتل هي أول حاجة صارت نهار 4 جانفي كانت ضحيتها معناتها مرأة، وفما معناتها يمكن تدانت مع قبلها بنهار انه معناتها الوحدات الامنيه عثرت على جثه ادميه في كردونه معناتها في الولايات المتحده في نفس الجهه معناتها تقريبا في البصيره معناتها واحده بعد عندها يمكن اشهر معناتها من اللي تمت معناتها هذيك ماهيش جريمه هي حسب المعطيات الاوليه زاد انه تنجم تكون الاكثريه معناتها حاله معناتها انتحار معناتها. فوالا دونك هذوما الجرائم اللي صاروا في سوسه واللي كانوا الضحايا نتاعهم مختلفين، ولكن يمكن القرب المده ما بين عمليات اللي صاروا والتواجد نتاع الضحايا اللي لقاوهم في نفس الولايه هي اللي خلى التساؤلات تدور. دونك عندنا توا تاكيد رسمي من تقريبا كل الجهات الرسميه هو انه موضوع هذايا القاتل المتسلسل او السفاح هي مجرد خيال واشاعه، ما فما حتى حاجه تدل انه فما منها. عبد العزيز في الاثناء ونحن نتسائلوا نقولوا شو معناها كيكاتور اون سيري، نتفرجوا برشا في سيريات احنا ولا لا ونفهموا نفهموا على الاخر. دونك تور اون سيري سي فما زوز ماتوا في نفس البقعه، عندنا سفاح في تونس هو سوفك هو راهو عندها معايير الامور والدراسات هو ما نقولوا سفاح معناها سفاح او قاتل متسلسل راهو ما فماش فرق ما بيناتهم. المشترك معناها الاسم هو اللي يتبدل، حتى الاف بي اي يعتبروهم معناها كيف كيف حتى في الترجمه نتاعهم هو نفسه هي الـ الهدف هو اللي يعمل فيه السيد هذاك هو سفك الدماء، يعني فما رغبه في القتل وسفك الدماء. هو سفاح او قاتل متسلسل ما نجمو نحكيه على قاتل متسلسل الا ما تبدا عدد الجرائم من 3 الفوق وتكون طريقه الـ القتل تقريبا متشابهه في 3 ولا الاكثر حالات اللي وقتها نبداو نحكيو ويبداو المختصين يتكلموا على قاتل متسلسل. حسب الروايات او الان الرسميه نتاع وزاره الداخليه ما فماش الحكايه هذه غير موجوده. ماناش نحكيو هما هي جرائم قتل مختلفه، ما فماش حتى رابط ما بيناتنا لا في الزمان ولا في المكان، وجنرالمون المده الزمنيه تكون قصيره زادة، يعني هو ياخذ وقت بين الجريمه والجريمه الاخرى وهناك التواتر. هذا كله ما فماش، دونك ما نجموش نحكيو على قاتل متسلسل او سفاح. واضحه جدا بي فخري لهنا نحكيو على ضحايا اغلبهم من النساء. نحب نذكر برقم خرج عن وزاره المراه في تونس، عدد جرائم قتل النساء تضاعف 4 مرات ما بين جانفي 2018 و30 جوان 2023. معناها الوزاره بيدها تقول لك راهو فما ارتفاع مهول جدا في جرائم قتل النساء. القاتل او الفاعل عاده يكون من المحيط نتاع المراه وخدمه حتى على التوقيت. يقول لك راهو التوقيت نتاع عمليه القتل تغير ولا الكل يصير في عقاب العشيه، يعني بعد نهار الخدمه وقت الناس تروح لديارها ومعناها سي دي كريم اللي يصيروا في الدار عادة وقت اللي تكون مرأة متواجده في الدار يعني بعد ما الخدمه. دونك هذا هل يمكن انه يكون عنده علاقه بارتفاع عدد جرائم قتل النساء؟ هو المؤشرات اللي اشرت لهم خلود مهمين جدا، ان نستدعي اعتقد القراءه الاجتماعيه ونستدعي القراءة العلمية اللي فاهم هكذا ظواهر ونبتعد
عن القراءة الأسطورية اللي دارجة واللي هي قريبة برشا واعتقد لها ما مكامن الانتعاش في المجتمع متاعنا، ونحب نحن كالروايات وسفاح ومندري شنو وكذا، ومخيالنا الشعبي حاضر الحكايات هذه من احنا صغير، فما العبيثة فما الغول، ومن بعد جات اللافير متاع سفاح نابل الدامرجي داير خلقت نوع معناها وكأنها أكدت هي. الأطروحة هذيك أو أكدت الأسطورة هذيك، ومن بعد جينا الشلات كانت تفكروه فكرت وظهرت الشلات 99 تونس كامله ولات، فهمتني على الحيط رياكشن، فهمتني خايفه من شلات مورد بالك، الاسطوره تنتعش في المجتمعات اللي تبتعد عن العقل وتبتعد عن العلم. اعتقد اللي اشرت له انت خلود في علاقه بالقراءه العلميه مهم جدا ان نستدعي خبراء علم الاجتماع، لانه جزء كبير من اشكالياتنا في مجتمعنا ويجب ان نقر بذلك انه جرائمنا نتركها كان المؤسسه الامنيه والقضاء برا تصرف مع تاع الاحكام، والمؤسسه الامنيه برا شدهم، والنهار مشينا في القراءه الاجتماعيه اللي من خلالها اللي من خلالها نغير سياساتنا العمومية. ثلاثة، ثم نقطة أنت أشرت خلود من 2018 ل 2020، خنسيته كورونا شنو خلقت من نفسية في علاقة بالعنف داخل الفضاء العائلي، خنسيتوا انه مش كان مجتمعنا، المجتمعات في العالم الكل من بعد الكورونا كيفاش تغير المزاج نتاعها وتغير السلوك نتاعها، واذا الازمه الاقتصاديه خلقت نوع من التوتر في طبيعه العلاقه العائليه، هذا كل ما باش يكون عنده انعكاس يا باش نواجهوه بسياسات عميقه وفهم للظاهره باش نجم نتجاوزها في المستقبل ونحاول نشفط مكامن العنف داخل المجتمع نتاعنا، او باش نمشي ونطيشوه للقراءه اعتقد الاسطوريه. واعتقد مجتمعاتنا والعوام في الاغلب يعشق القراءه الاسطوريه، وأعتقد أيضا الإمكانيات لابد أن توفر للدراسة الاجتماعية، لأنه زاد بميزانياتنا الضعيفة وما يرصد فهمتي للعمل الاجتماعي، وما يرصد أيضا لوزارة المرأة، وما يرصد أيضا للتعليم والصحة والفضاء العام. أعتقد مطالب أن نحذروا الإمكانيات باش نجمو نتدخل تدخل عميق لمواجهة هكذا الظواهر.